السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة روايح. النهاردة القصة هتكون عن أصحاب الأخدود، وللذكر جزء منها في سورة البروج. هنشوف إزاي الفطرة السليمة هي اللي بتخليك تختار الخير دايما، حتى لو الشر معاه المال والسلطان. بس أنت شيل من قلبك بس كل الشهوات، هتلاقي نفسك ماشي على طول ورا الحق، وردد الدعاء ده على طول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هات كوباية الشاي الجميلة واقعد اسمع الحكاية لحد الآخر. راهب منعزل عن الناس، خصص حياته كلها لعبادة الله. ملك ظالم جبروت، مدعي الألوهية. ساحر زي الشيطان، بيشتغل مستشار للملك. بطلنا شاب ذكي جدا، عنده 20 سنة. الساحر كان عامل مسابقة عشان يختار مساعد له، وهو كسب المسابقة دي. وهو رايح أول مقابلة للساحر، وفي سكته لقصر الساحر عدى على أرض زراعية فيها مكان مهجور، فيها مكان يشبه الكهف. دخل فيه، حس فيه حركة. دخل الكهف، شاف الراهب. الراهب سأله وقال له: أنت جيت المكان ده إزاي؟ قال له: أنا كنت رايح لقصر الساحر عشان أتعلم السحر، وعديت على المكان ده بالصدفة. فالراهب سأله: مالك ومال السحر وأنت لسه سنك صغير كده؟ الولد قال له: أنت اللي ليه منعزل عن الناس؟ الراهب قال له: الملك طردني من البلد عشان عبادتي لله. فسأله الولد: يعني إيه كلمة الله؟ الراهب رد عليه قال له: الله هو خالق الكون ومدبر أموره، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو خالق كل شيء، وهو اللي خلقك وخلق الملك، وكلنا عبيد عنده. الولد حب كلام الراهب وقال له إن هو هيعدي عليه تاني، وكمل طريقه لقصر الساحر. وصل لقصر الساحر اللي كان شكله غريب، مليان تماثيل. طبعا المنظر كان مرعب شويه، بس دخل الساحر بدون اي مقدمات. قال له: عشان يبقى ليك سلطه على الناس لازم تخوفهم من المستور، وده بيكون عن طريق السحر. ودخله في المكان اللي بيشتغل فيه، وبدا فعلا يعلمه السحر. تاني يوم برضو الولد وهو رايح قصر الساحر عدى على الراهب زي ما وعده. الراهب فعلا كمل كلامه معاه، وبدا يعلمه اكتر عن الله وعن الرسل وعن الانبياء والفرق بينهم، وبدأ يعلمه عن الكتب اللي أنزلت على الرسل. بس الولد كان مرتاح لكلام الراهب أكتر من كلام الساحر، ويكمل طريقه الولد للساحر عشان يكمل دروسه للسحر. فضل الولد متردد من الراهب للساحر، ومن الساحر للراهب، من الحق للباطل، ومن الباطل للحق. يا ترى مين اللي صح؟ الراهب اللي منعزل عن العالم واللي ساب الدنيا كلها عشان يعبد ربنا، ولا الساحر اللي معاه مال وسلطة ومكانة خاصة عند الملك؟ الحيرة هتفتك بيه، يا ترى كلام الراهب اللي بيخش العقل على طول هو اللي صح، ولا كلام الساحر اللي كله كذب وتكبر وخداع في الناس؟ أتقن الولد السحر بأنواعه، زي برضه ما عرف عن الله وعن الرسل ومعجزاتهم والكتب اللي نزلت عليهم. بس برضه لسه قلقان، رغم انه عارف ان الملك بشر زيه، بينام بياكل بيشرب بيتعب بيزعل. وبرضه عارف ان الملك والساحر بجبروتهم وسحرهم ما يقدروش يعرفوا اللي جوه الناس، فبالتالي هما ناس ما يفرقوش عننا في حاجة. بس ايه اللي خلى الولد يقتنع 100% بكلام الراهب؟ كان الولد ماشي في طريق معمول في جبل، عامل زي طريق الموت كده. الطريق ده سده حيوان كبير، الناس حاولت ان هي تحوشه بس ما قدرتش. عدى الولد وشاف الموقف ده، الناس عرفت ان هو المساعد بتاع الساحر، فطلبوا منه ان هو يتصرف بما انه هو المساعد بتاع الساحر وممكن يقدر يعمل حاجة. مسك الولد قالب طوب ورفع ايده للسماء ودعا وقال: يا رب ان كان كلام الراهب صح فاقتل هذه الدب. ورمى الطوب على الحيوان ووقع الحيوان. الناس فكرت انه عمل كده عن طريق السحر. بدأ الولد من اللحظة دي وبعد ما دخل الحق قلبه ان هو يدعو الناس ويفهمهم ان ده ما كانش السحر، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر ان يحصل كده للحيوان ده. عرف الملك بموضوع الحيوان اللي كان سدد الطريق، وازاي الولد بمجرد طوبة بعد الحيوان ده. وعرف برضو ان الولد فهم الناس ان الملك والساحر مجرد ناس عاديين زينا، والمفروض نعبد ربنا سبحانه وتعالى. اتأكد الساحر من الكلام اللي وصل للملك، لان الولد في نفس الليلة ما جالوش، وهو كان في العادة بيجيله كل يوم. كان الولد يعلم الناس عن الله ويدعوهم لعبادته، وانتشر كلامه بسرعة بين الناس. واحد من مستشارين الملك كان اعمى، واللي يئس من محاولات الساحر انه يرد بصره. طبعا الساحر ما كانش قادر ان هو يرد بصره. قرر انه يروح للولد في سرية عشان يرد له بصره، وعرض عليه هدايا مغرية جدا لو بصره رجاله تاني. رد عليه الولد وقال له: انا ما اقدرش اشفيك، توب الى الله وامن بيه وهو ان شاء الله هيشفيك. فعلا المستشار تاب الى الله وامن بيه، ودعاه انه يرد له بصره، وربنا سبحانه وتعالى استجاب له ورد بصره. كان في اجتماع عمله الملك،
راح المستشار وهو بيشوف. الملك استغرب والساحر استغرب وسألوه مين اللي رد لك بصرك؟ فرد عليهم وقال لهم الله. الملك اتضايق جدا لما سمع رده، وأمر إنه يرميه في السجن، وأمر الجنود إن هما يجيبوا له الولد اللي هو مساعد الساحر. الولد صيته انتشر بين الناس، والناس كانت بتروح له عشان يعلمهم عن الله أكتر وعن الرسل. دور الجنود على الولد في كل مكان بس معرفوش يوصلوا له. كمل الولد دعوته بين الناس، وكان بينتشر كل يوم أكتر عن اليوم اللي قبله. كان في أحد جلساته اللي هو بيقعدها مع الناس، الجنود أخيرا وصلوا له وخدوه للملك. الملك قال له يرجع عن الكلام اللي هو بيقوله ويبطل ليدعو الناس لعبادة الله. الولد رفض. أمر الملك الجنود إن هم ياخدوه على قمة جبل عالي ويرموه لو هو مرجعش عن كلامه. خدوه فعلا الجنود على قمة جبل عالي وقالوا له ارجع عن كلامك. قامت عاصفة جامدة قلبت الجنود من فوق الجبل، ويشاء ربك إن هو ما يتمسش منه شعرة، كأن العاصفة قامت عليهم هم بس.